بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أنا اشتريت هذا الشيبس اللي تقلب البيت وحبيت أجربه. أنا سويت ذيك المرة بس حبيت أجربه مرة ثانية. الألوان كلش حلوة، مشكلته الوحيدة ياخذ زيت هواي، يصرف زيت والله، يعني مو صحي. اللي يدور أكل صحي هذا مو صحي. هاي الألوان شقد حلوة، خليت التاوة على النار وخليت الزيت يحمي. هنا صبيت الكبس الألوان، شوف شلون قام ينفش. هو كشكل حلو للأطفال، شكله حلو بس هو مو صحي صراحة، مو صحي. واحد ليش يكذب؟ كشكل إيه حلو بس كصحة لا، يعني أسوأ حتى من اللي نشتري يمكن، ما أدري ليش حسيته، ما حبيته من ناحية كمية الزيت والألوان اللي بيه. بس هو يعني بين فترة وفترة واحد يقدر يسوي مرة مو دوم، يعني أنا كل يمكن كل 6 أشهر أسوي مرة، يعني أيضا سويته مرة ثانية. سويت وجبة، سويت الوجبة الثانية، ردت أتخلص من عدة، قلت حتى ما يبقى بالكاونتر فترة طويلة، لأنه يعني كل ما يقدم هو مفتوح الكيس يفقد الطعم مالته. هنا سويت وجبة ثانية، طبعا سريع كل السريع. هو الحلو بأن هو سريع، إذا واحد مثلا يجونا خطار أو ضيوف وعندهم أطفال سوي لهم فد شي حلو، يعني بأعياد الميلاد هم حلو، عندي ألوان وأشكال كمية، يعني هواي يصير الكيس يسوي كمية كلش كبيرة. هاي هنا كملته وخليته بالصحن، هاي هي يعني، بس حبيت تصور الطريقة. شكله حلو، طعمه شوية حلو، ويعني لا بأس به، لا بأس. بالنسبة إلي ما راح أشتري بعد، ما أظني راح أشتري بعد من عنده. وهاي هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.